السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هناخده مع بعض المحاضره رقم 27 في كورس السي اي اي بارت 2. وباذن الله النهارده هنتكلموا عن عنوان من العناوين البسيطه، العناوين السهله اللي هيخلص معانا بسرعه. لكن باذن الله بعد المحاضره دي هناخده الانجيجمنت، يعني هناخده البروسيجرز، الانجيجمنت بروسيجرز اللي هي يعني الاجراءات بتاعه الارتباطات. هيكون العنوان بتاع المحاضرة اللي جاية ده عنوان كبير، فممكن يتقسم معانا على محاضرتين او ثلاثة. هيكون عنوان دسم، يعني هناخده فيه حاجات مهمة جدا وحاجات بتتكرر معانا في الامتحان بشكل كبير. لكن محاضرتنا النهاردة ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة هنخلصوها بسرعة. يا ريت قبل ما نبتدي المحاضرة تنزل تحمل الملف بتاع البي دي اف، هتلاقيه موجود عندك في الديسكريبشن. عنوان محاضرتنا النهاردة اللي هو الانجيجمنت ستاف اند ريسورسز، اللي هو فريق الارتباط والريسورسز اللي هي الموارد. طيب فريق العمل او فريق الارتباط والموارد، اتكلم عن الموضوع ده. هو المعيار 2230 اللي هو البرفورمانس ستاندردز، معيار اداء 2230 بعنوان الانجيجمنت ريسورس الوكيشن، تخصيص موارد الارتباط او توزيع موارد الارتباط. ازاي هتوزع الموارد اللي عندك كنشاط للتدقيق الداخلي؟ بيقول لك يجب على المدققين الداخليين تحديد الموارد المناسبه والكافيه، appropriate and sufficient resources. فانا بشوف الموارد المناسبه ليا والموارد الكافيه اللي اقدر اغطي بيها اهداف الارتباط، اهو لتحقيق اهداف الارتباط، بناء على تقييم طبيعه وتحقيق كل ارتباط، nature and complexity of each engagement. فانا كل ارتباط بشوف طبيعته، بشوف مدى التعقيد فيه، وبناء عليه بوزع الموارد بتاعتي. والقيود الزمنيه time constraints، انا عندي الزامات، عندي ديدلاينز محطوطه لازم امشي عليها. والموارد المتاحه الافيلبل ريسورسز، في تفسير للمعيار انتربريتيشن للمعيار اللي هو 2230 بيقول لك يشير مصطلح الملائمه الابروبريت او الابروبريت الى مزيج عباره عن ميكس من النوليدج المعرفه، السكيلز المهارات، والكفاءات الاخرى الاذر كومبيتنسز اللازمه لاداء الارتباط، needed to perform the engagement، حاجات انا محتاجها عشان ادي الارتباطات بتاعتي. فده معنى الابروبريت، ان الحاجه دي ملائمه ليا. كافيه تشير الى كميه الموارد اللازمه لانجاز الارتباط بالعنايه المهنيه اللازمه. فهنا sufficient بتكلم على quantity of resources needed to accomplish the engagement with due professional care، بحيث ان انا ادي ارتباطاتي مع بذل العنايه المهنيه اللازمه. اول عنوان عندي هو الموارد على مستوى الارتباط، الريسورس ات انجيجمنت ليفل. فبيقول لك يفرض هذا المعيار مسؤوليه ريسبونسبيلتي على المدققين الداخليين الانترنال اوديتورز، وليس طبعا على الرئيس التنفيذي التدقيق. فركز هنا ان انا المعيار ده بيتكلم على المدققين الداخليين، مسؤوليه للمدققين الداخليين. قال لك المعايير التي تفرض مسؤوليات على الرئيس التنفيذي التدقيق تتناول، هنا بيكلمك عن معايير اتكلمت عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي التدقيق، لكن المعيار ده بيتكلم عن مسؤوليات مدققين داخليين. قال لك المعايير اللي اتكلمت على مسؤوليات الرئيس التنفيذي التدقيق اتكلمت عن اداره نشاط التدقيق الداخلي internal audit activity، تمام، management، والاستقلال التنظيمي organizational independence، وبعض الامور الاخرى certain other matters. اتكلمنا عن المسؤوليات في محاضرات قبل كده. موضوع المسؤوليات من المواضيع المهمه جدا اللي لازم تفرق فيها ما بين مسؤوليات المدققين الداخليين، مسؤوليات رئيس تنفيذي التدقيق، مسؤوليات مجلس اداره، مسؤوليات الاداره العليا وهكذا. طيب هنا المعيار قال لك يعتمد تخصيص موارد الارتباط على تقييم عدد وخبره الموظفين، the number and experience of staff. انت بتشوف عدد الموظفين عندك والخبرات اللي عندك ومعرفه ومهارات وكفاءه الموظفين، the knowledge skills and competencies of the staff. توزيع ده بيبص على الاثنين دول، وقال لك كمان ببص على احتياجات التدريب التريننج نيدز، هل في احتياجات للتدريب وهل هيتحط خطط للتدريب ولا لا. رابع حاجه ما اذا كانت الموارد الخارجيه مطلوبه، whether external resources are required، هل هحتاج ان انا اروح استعين بمقدمين خدمه من الخارج ولا لا. اذا كان الموظفون المتاحون لا يمتلكون المهارات المطلوبه لاداء الارتباط، فيجب على المدققين الداخليين التفكير في استخدام الموارد الخارجية لتكملة المعرفة والمهارات والكفاءات الأخرى المطلوبة. أخد بالك، يعني أنا عندي مهارات
في نشاط التدقيق الداخلي لا تكفي لان انا اغطي خطه التدقيق بتاعتي واشتغل بشكل فيه فعاليه وكفاءه واؤدي العنايه المهنيه اللازمه، في الحاله دي لازم اروح استعين بموردي خدمه من الخارج. طيب عنوان تاني الاوديت ستاف سكيدولز اللي هي جداول موظفي التدقيق. يعني انت بتقسم فريق التدقيق عندك لتيمز وكل تيم بيبقى محطوط في جدول والارتباطات الخاصه بيه. هنا بيقولك يجب اعداد جداول موظفي تدقيق لتحقيق الاستخدام الفعال للوقت achieve effective use of time، ويتم اختيار فريق التدقيق الاوديت تيمز بناء على معرفتهم their knowledge ومهاراتهم their skills وكفاءاتهم الاخرى their او other competencies لتحقيق اهداف الارتباط بكفاءه وفعاليه to meet engagement objective efficiently and effectively. انا عندي اهداف عايز احققها بشكل فعال وبشكل فيه كفاءه. ويجب ايضا مراعاه اي فرصه للتدريب any training opportunities also should be considered، اي فرصه للتدريب لازم اخدها في اعتباري. ويجب ان تكون جميع الارتباطات تحت رقابه الموازنه budgetary control، يعني الحاجات دي كلها تترجم في موازنه، مش هيبقى الشغل بشكل عشوائي، لازم تتحط موازنه يتحط فيها احنا هنشتغل ازاي. ويجب وضع موازنات المشروع البادجت البروجكت بادجت والجداول الزمنيه للمشروع البروجكت سكيدولز لكل ارتباط. هو بتقدر تقول ان يعني الفروقات ما بين البروجكت سكيدول والبروجكت بادجت يعني كمصطلحات اداريه مش فرق، يعني احيانا بيتم التعبير عن السكيدول بالبادجت. على العموم خلينا نشوفه هنا، بيقول لك المرحله المناسبه لانتهاء موازنه الارتباط هي بعد المسح الاولي البريليمينري سيرفي، بعد ما بخلصه بدخل في الانجيجمنت بادجت. بعد المسح الاولي بحط الموازنه بتاعتي، وراح جلايم حاطط سؤال على حاجه زي دي يقول لك the internal audit is charged has just been informed of the next engagement. يعني انا عندي مدقق داخلي مسؤول تم اخباره بالانجيجمنت اللي جاي بعد كده، الارتباط اللي جاي بعد كده. And the engagement team has been assigned، وتم تحديد engagement team للاختبار ده او للارتباط ده. Select the appropriate phase of finalizing the engagement budget. ايه ال appropriate phase اللي هنتهي منها من ال engagement budget؟ وقال لك الاجابه B after the preliminary survey. تمام، بعد المسح الاولي بتدخل في المرحله بتاعت اعدادك لل engagement budget. يتم اشتقاق الموازنات اللي هي البادجتس من خلال التحليل الدقيق الكيرفولي انالايزنج للوقت الذي تم انفاقه في السنه السابقه في نفس الارتباط تايم سبنت ان ذا براير يير اون ذا سيم انجيجمنت. تاني حاجه او الوقت الذي تم انفاقه في السنه السابقه في ارتباط قابل للمقارنه تايم سبنت ان ذا براير يير اون ذا كومبيرابل انجيجمنت. عندي ارتباط قريب بشكل كبير من الارتباط اللي انا شغال فيه حاليا، فممكن استعين بالارتباط السابق ده بحيث ان يبقى مؤشر ليا للي جاي بعد كده. ونظرا لعدم وجود مشاريع متطابقه تماما بريسليس اللي هو برايسليس او اللي هو حاجه دقيقه، يعني مش فاكر المصطلح قوي بس هو يعني بمعنى الدقه يعني ذا سيم، حتى تلك التي تغطي نفس النشاط. يعني ممكن يبقى في نشاط واحد بنشتغل عليه في ارتباطات تدقيق وارتباطات مراجعه لكن مش نفس الاجراءات. ويتم اعاده تقييم بعمل ريفالويتد للموازنات بعد المسح الاولي، فانا بعمل المسح الاولي وبعدين بعد المسح الاولي بعمل الموازنات. ويقوم الرئيس التنفيذي التدقيق بتقليل الموازنات الزائده reduces excessive budgets. انا عندي موازنات محطوط فيها موارد بشكل كبير، موارد بشكل اكتر من المطلوب، ففي الحاله دي بشيل الزياده دي. او يزيد من الموازنات غير الكافيه increase insufficient budget. انا عملت موازنه للارتباط ولقيت ان الموازنه بتاعه الارتباط يعني ما فيهاش الموارد الكافيه لان انا اقوم بالارتباط بالشكل المطلوب، ففي الحاله دي بعمل increase للبادجت بتاعتي. تالت حاجة أو يغير النطاق الارتباط change the scope of the engagement. النطاق بتاعي كارتباط برضه أقدر أغيره. كما يجب توثيق التعديلات وأسبابها ال adjustment and reasons of them are documented. الحاجات دي لازم يتم توثيقها. وعدم يتم إعداد الموازنات الزمنية time budgets لعمليات الارتباط في ساعات عمل الموظف ال employee hours أو أيام عمل الموظف ال employee days. ويتم إعطاء تقديرات الوقت لكل مدقق داخلي المساعدة في إدارة الوقت.
بحط تقديرات مرتبطه بالوقت. ليه؟ عشان اقدر اعمل تايم مانجمنت، اقدر اعمل اداره للوقت واشتغل بشكل فيه فعاليه وكفاءه. تالت حاجه معايا هنا بالنسبه للعنوان ده بيقول لك يجب تبرير تعديلات الموازنه والموافقه عليها على مستوى اعلى من مشرف الارتباط. يعني في مستوى اعلى شويه من الانجيجمنت سوبرفايزر لازم يوافق على التعديلات اللي هتحصل في الموازنه بتاعتي. فبيقول لك ليفل هاير ذان ذا انجيجمنت سوبرفايزر، ويجب ان تتضمن طلبات التعديلات ما يلي: الانشطه التشغيليه التي يتعين مراجعتها operational activity to be reviewed، والانشطه التي يتم تنفيذها بالفعل activities actually being performed، وثالث حاجه ايام او ساعات الموظف المنسوبه الى الفريق the employee days or hours attributable to the differences المنسوبه الى الفرق. يعني انا دلوقتي هغير في حاجه، طيب الايام والساعات اللي بناء على التغيير ده هتنعكس معايا ازاي. هنا بقولك تسمح مراقبه ان انا اعمل مونيتورنج للموازنات والجداول الزمنيه تايم بادجتس والتايم سكيدولز، او خليها البادجتس والتايم سكيدولز، اللي الرئيس التنفيذي التدقيقي بالتحكم في المشاريع يعمل كنترول للبروجكت، يقدر يشوف المشاريع عنده ازاي يتحكم فيها، وتجنب التجاوزات افويد اوفر رانز، ان هو يبقى حاطط ديدلاين ويتجاوز الديدلاين ده. ويقوم المدققو حسابات الموظفين بتقديم جداول زمنيه دوريه بريودك تايم شيتس توضح الوقت الذي تم قضائه تايم سبنت، وحاله الوظيفه الستاتس اوف ذا جوب، حاله الارتباط بتاعي وصلت فيه لايه، والوقت اللي تم قضائه في الارتباط. اوكي يا شباب، تكون خلصت المحاضره دي. كان عنوان سريع باذن الله. العنوان اللي جاي هيكون عنوان كبير، العنوان اللي بعديه هيكون برضو عنوان بسيط، وبكده نكون خلصنا يونت 5. نشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم.